السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم نعيش طبيعيا. سعيده بلقياكم مره اخرى في فيديو جديد. الكل كيسالني هل حضرت الحلويات لهذا العيد ام لا. نعم حضرت شيئا ما من الحلويات، البسكوتي الفقاس ومعمول التمر اللي قسمته معكم في القناه. يعني حضرنا فقط كميه بسيطه باش نفرحوا الاطفال بطبيعه الحال، ولكن بتحضيرات صحيحه وصحيه بطبيعه الحال. كما كتعرفوا يعني الاشياء اللي كنستعملوها هي طبيعيه، تمر، لوز، جوز، يعني القيمه ديالو الغذائيه قيمه مرتفعه، ما يمكنناش نبدروه. وفي هذه الظرفيه هذه وجب الاقتصاد بطبيعه الحال. بالنسبه للاخوات اللي التحقوا بالقناه مجددا او تبنوا يعني النظام الطبيعي حديثا، يعني كندعوهم لمشاهده الفيديوهات السابقه لرمضان لهذا الموسم، باننا تحدثنا على مجموعه من الاهداف والنقط اللي كتيسر لنا تبني رحله التغيير باذن الله. ومن بين النقط الرئيسيه اللي كانت والاهداف اللي وضعناها في هذا الموسم هي باننا نتحرروا من المقارنه والتقيد، لاننا يعني ما كنستعملوش سكر، ما كنستعملوش فرينه، ما كنستعملوش يعني ندهنوا الحلويات ديالنا بالبيض. يعني هاد الاشياء اللي كنا تعوناها في عالم العشوائيه اللي كتعطي داك الالوان الحمراء المبهجه، وكنوقعوا يعني في واحد الفخ ديال المقارنه، وبهذه الطريقه يعني ما كنكونوش كنيسروا علينا وعلى وليداتنا باش يتقبلوا هاد المذاقات وهاد الالوان اللي هي طبيعيه. الاغراءات موجوده، ولكن هذه ماشي حجه باش نبقاو في المقارنه والتقليد. المدر كيبقى مدر، فقط خصنا نعرفوا بان الزرع الى سقيناه مزيان نكونوا متاكدين باننا غنتحصلوا على ثمار جيده وجيده باذن الله. غنتقاسم معكم يعني نوع من الكوكيز المعتمد عندي في المنزل، هو كوكيز الشوفان، تحضير جد بسيط ولكنه قمه في اللذه. دقيق الخرطال، هايا ها هو، لاحظتوا بان الكميه اللي عندي زلافه تمايا. انا عندي نصف الكميه ديالها ديال الزنجلان، حبه حلاوه ونافع، يعني 4 معالق 4 معالق. عندنا هنايا الزبده البلديه واحد جوج معالق كبار، صلصه التمر اللي حضرناها في الفيديوهات السابقه، يعني مخزناها فيها القرفه، يعني على حسب الحلاوه اللي بغيتو. ندير تقريبا واحد 3 معالق، وهنا عندنا الخميره البلديه كما كتلاحظوا هي محمره جيدا ما شاء الله. لاحظوا يعني ناخذ واحد الكميه ناخذ ملعقه تقريبا باش نجمع العجين ديالي. بسم الله نجمع هاد العناصر كامله، بعدها نكملو بالماء. التمر، شيء من الزبده، يعني غنضيفو قليل، يعني ما نعجنوش فقط كنجمعو بهاد الشكل هذا. نضيف قليل من الماء الخلطه الكيس. فقط واحد الاشاره بالنسبه للخرطال، الخرطال يعني ما كيحتاجش تحمر يعني اكثر من 8 ساعات كيكفيه. فقط كنجمعوا اللي غيجي من السم بالزنجلان، يعني السمسم اللي بغى يعمل فيه اللوز يعمل. هادو القوام اللي خلينا عليه اللي كيتلصق بهذا الشكل هذا، صافي وكنخليوه غير نغطيو نملسو بهذا الشكل هذا الماء، وكنجمعو مزيان يدي في الماء وكنجمع وكنملس باش يبان ليا منين يتخمر غيبان ليا، وكنمسح هاد الجوانب هادي. هنا الخميره العجين ديالنا بعد ما تخمر نتوما كتشوفوا التشققات، لاحظوا تقريبا مني تقريبا 7 ديال السوايع، شوفوا هي التشققات اللي كنتكلم عليها هي هذه، والضعف الحجم ديالو. شنو العجين ديالنا هنا؟ درت شويه ديال الدقيق ديال البندق او الدقيق ديال
الخرطه اللي عندكم، نحاول نفردها بهذا الشكل هذا. غادي ندير الدقيق هكا، نحاول نرققو يقطع عندكم، وكنحطو عندنا في الصينيه هنايا، دهنا بقليل من الزبده او الزيت ورشيناها بنفس الدقيق. يعني هنا عندي دقيق مطبق هنايا مستنبت المجفف، وكنوضعو وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه. نحيدو السمك، دقيق هنا عندي المطهي. هنا كتلاحظوا درناهم بالشوكه كيما لاحظتوا باش ما ينتفخوش. كنسخنو الفرن جيدا على 250، ومن بعدها كنحطو على 140-120 في الاسفل، يعني كتب على حراره جد هادئه. الشكل النهائي ديال البسكوي ديالنا كما كتلاحظوا ها هو، يعني اللون ديالو خصو يجي شيئا ما فاتح، يعني انا نسيتو في الفرن، خصو يجي فاتح ما يجيش بني داكن. يعني السر في هذا الطهي البسكوت، هذا النوع من الخبز، هذا كيتسمى الخبز الجاف، بانه كيطهى على حراره يعني بارده. بسم الله نحيدو، هذه هي القرمشه اللي كيبغيو الاطفال. لاحظوا والبنه، يعني الرائحه ديالو ما شاء الله، صدقوني بالخميره البلديه لا علاقه يعني بالبسكويتات الغير المخمره، يعني واحد اللذه رائعه كتنسمو باش ما بغيتو. درنا الزنجلان، تقدروا ديروا اللوز، ديروا حبه حلاوه، يعني اي حاجه بغيتو تنسمو بها. وانا نستمتع بهذه التنسيمات هذه، حلي لهم شيئا من التمر احيد، يعني فقط داك القليل ديال الزبده اللي عملنا. احيد كيما لاحظتوا هاد البسكويت، يعني نتمنى هاد الفكره هي تعجبكم، هي فكره بسيطه ولكن كتعطي واحد النتيجه رائعه، ويعني وكتخلينا نرجعوا للتحضيرات الاصليه والصحيحه اللي كانت في قديم الزمان. وبهذا التخمر هذا يعني كيطلق واحد النكهه رائعه، وكيساعدنا بان نكونوا هذا البسكويت هذا، وكنكون يعني هذا البسكويت مشبع منكه بالزنجلان. نقدروا نضيفوا له زريعه الكتان، انا ما ضفتهاش ليه، نضيفوا ليه كذلك الخروب، يعني كنعملوه انا بالخروب كي الخروب، يعني هذو كلهم نقدروا ندخلهم في هذا البسكويت. كل مره نحضروا يعني نكهه منكه، وكنعطيو كنبدلوا المذاقات، مره نديروا الخروب، مره نديروا زريعه الكتان، مره الزنجلان، يعني صدقوني كتجي كل مره كتجي نكهه، حتى بالتوابل، مره قرفه، مره حبه حلاوه، مره كرويه، يعني كنبدلو. وحنا عندنا نفس المبدا ديال العجين، نفس الاساس العجين، ولكن المذاقات كتختلف، وكتبقى دائما مذاقات طبيعيه واصليه. القرمشه حاضره اللي كيبغيوها الاطفال، اللذه حاضره اللي كيبغيوها الاطفال، وبطبيعه الحال بلا ما نضيعوا الجانب الصحي كما لاحظتوا معنا. ودائما كنأكد بان الطهي ديال هذا النوع من المخبوزات هذه او البسكويت، يعني خصو يكون طهي بطيء. في الاول كنسخنوا الفران جيدا، ومن بعدها ملي كندخلوا البسكويت للفرن كنهبطوه ل 140 الى 120 الى قديتو، وكنخليه مره مره كنرجعين عيننا عليه كنردوا البال. كان احسن الا كنا خلينا 120، يعني كياخذ واحد الوقت شيئا ما طويل، ساعات ساعة ونصف. منين كتجربوا وحده كتشوفوها بان تقسمات وعطات القرمشه، يعني بانها قد جفت تماما. نفس المبدا ديال الفقاس اللي كنا عملناه ديال البسكوتي، هذا هو المبدا ديال البسكويتات اللي كانت في الزمان القديم، وكان يحتفظ بها، وكان يعني كيقدروا الناس يهزوها معاهم في السفر وفي الرحلات وغيرها. دونك الخرطال ديالنا هو هذا، الناس اللي في الخارج يقدروا يلقاو الخرطال عليه القشر، يعني هو ما كيكونش منزوع عليه القشر، يعني الناس اللي في الخارج ياخذوا له منزوع القشر بهذا الشكل هذا، كيلقاو فقط هذه الحبه الداخله. انا نوريها لكم هذه الحبه الداخله اللي هنايا، هذا هو، لان الخرطال ما فيهش شي حاجه كثيره، هذه هي الحبه ديال الخرطال اللي غتلقاوها في المتاجر اللي كتبيع المواد الطبيعيه. يعني الا كنا غنشريو هذا الشوفان بهذا النوع هذا، ما نشريوش الشوفان المضغوط اللي كيكون متعرض للحراره يعني جد مرتفعه، ماشي حافظوا عليه من الاكسده، لان الخرطال جد حساس، خصو يتا
يتحفظ من الحراره ويتخزن بعيد عن الحراره وبعيد عن الضوء باش ما يتاكسدش، هو اللي كيخلي داك المراره في المخبوزات ديال الشوفان. في العيش الطبيعي صدقوني بان البساطه كتكون حاضره، يعني كتيسر علينا تحضير راس، ويعني حتى يعني ما كنعقدوش الاشياء، وكتكون يعني كنكون متاكدين بان حضرنا اشياء صحيه وبطبيعة الحال لذيذة، لأننا كنتعودوا على ذيك المذاقات الأصلية. نشكركم على المتابعة وإلى الملتقى الآخر بإذن الله. لا تنسوا شعارنا دائما مع التغيير دائما نعيش طبيعيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.